عليه الصلاة والسلام، شكرا لكل الداعمين، وشكرا لكل حتى الناس اللي اعتزلوا، اللي وقفوا معي من أسبوعين أو ممكن أقل، يمكن من 10 أيام. شكرا لجمهوري، شكرا لجميع العالم اللي وقفت. الشيء اللي أنتم سويتوه اللي هو 73 مليون هذا شيء مو بسيط جدا جدا، ونعم في جميع العالم حتى اللي معي في التصنيف جميعا ونعم فيهم. خذناها بطيب وجدا، حتى اللي معنا كل ابوهم يعني اصدقاء وزملاء في البرنامج، وحنا نبقى اخوان في هذا البرنامج. ولكن يحق لي اني يعني اللي ما يشكر الناس ما اشكر ربك، ويحق لي اني اشكركم ومبروكم. طبعا هذه اذا بغيت تعرف القوه، فالقوه اذا انت ما تدخل اي جوله رسميه يوصلونك ربعك واخوياك وداعمينك، يوصلونك التوب 1، ترى هذه قوه لحالها، وتحسب لكم والله لو تنطون وتوقعون هذه هي الحقيقه. من دون اي جوله رسميه يجيك الرقم هذا، ونعم في جميع اللي معنا كلهم، ولكن اشكر داعميني على كل شخص وقف معي. اقسم بالله ان هذه القوه، واليوم اشكركم وبيض الله وجيهكم ورحم الله والديكم على هذا الشيء الجميل وعلى هذا الشيء الحقيقي. هذا الجمهور الواقعي، اذا جاء وقت التصويت لقيتكم قدامي، جاء وقت الشيء ذا لقيتكم قدامي وحطتوني في الرقم القوي. مو هو بالكلام بالبفرة، احد يفبر لك لي وش ما هذيك الفبركة يحطون لي مدري ايش وخرابيط دي، انا ما ابغاها. انا ابغى فعل صارم. ترى هذه تحسب لكم والله، ثم الله انا ما علي من اي شيء. شوف الكلام اللي انا بقوله، الناس اللي عندي بيض الله وجهكم، جاء في وقت التصويت فوقفت الوقفة البطل، انا لو ما يتابعني الا 2000 ولكن يفعلون انا راضي. انا ما ابغى ولكن ما في فعل، لا ابغى فعل في هذا الشيء الكويس. فتمنينا أن الأخت الكريمة سارة 3 سبعات، أنا أسميها قمة 3 سبعات، تمنيت أنها معنا بس أنها اعتزلت. وشكرا العبد الله بن محمد واعتزل، تمنينا أنها معنا في هذا الحفل الجميل. ما هو بعد حفل بس كذا، شكر للناس اللي اعتزلت ودي أذكرهم، ولكن الناس الموجودة عندي كلهم باسمه ما قصروا معي كلهم، ولكن أتكلم عن اللي اعتزلوا. وشكرا لأخوي جبريل برضو اعتزل، سارة اعتزلت ونص العالم اعتزلوا، حتى أخويان اللي معنا نص العالم مهم اللي معنا، حتى اللي يلعبون معنا الداعمين كل العالم. شكرا لجميع. وبالنسبة للداعمين اللي وقفوا معنا اللي متواجدين حاليا، لو أعدد اسم يمكن أنا أقص اسم، فعشان كذا أنا أشكرهم لكل اللي متواجدين ولكل اللي يدعموا قدام عينك أنت وياه. شكرا جميعهم، شكرا جميعهم، اللي في الكويت، اللي في الإمارات، اللي في البحرين، اللي في السعودية، اللي من أهل اليمن، اللي من أهل قطر، جميع العالم اللي وقفوا معنا، كل نقدم الشيء اللي قدامكم. طبعا من دون جولات رسمية ومن دون شيء، فأنا أفتخر في هذا الشيء أقسم بالله. يجعل والديكم في الجنة ويرحم الله والديكم كلكم. هذا هو الجمهور الواقعي اللي لا بغيته لقيته. أنا ما أبغى جمهور في الهواء، ولا جمهور بس حق مشاكل، ولا جمهور فلان وسوى وفلان وش حط، فلان وإذا يقعد يتبع الناس ولا يقعد يراقبهم.
أنا جمهوري الحمد لله فضل من الله سبحانه جمهور نظيف من 9 سنوات وأنا أعرفهم لا حطوا يدهم في شيء وصلوه، ومن عاداكم ولا حاول فندري أن نفسكم طويل، أن بغتوها بطيب فأنتم والله طيبي، وأن بغوها بشر والله ما فيها شر منكم. فلكن شكرا شكرا، وأشكر أختي برضو سارها السعودية، سارها السعودية برضو ما قصرت، أول بنت جدا ما قصرت معنا، والأخت طاغية برضو ما قصرت، وكل بهم غايبين يعني. فجدا شكرا لجميع العالم اللي وقفت، والله انكم ما قصرتوا ما قصرت والله العظيم، فيكم القوة. وبرضو خالد الكويتي ما يحتاج، اللي يحط لي خالد الكويتي، خالد الكويتي يعني وش أقول لك، ما يحتاج، شايفين أنتم قدام عيونكم وش سووا. أخوياي طبعا اللي معي ما هم معي بعد، ولكنهم محبين لي جدا شكرا، عز الله أنكم عطتوني ملف البرنامج، وخص الكومنت، يوه الكومنت 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 هذا اللي قدامكم برضو ما قصر، جاء وعطاني المعاملة هذه على دخلك البرنامج هذا اللي انتم قاعدين تشوفون، شفته سهل والله، يا البرنامج هذا سهل سهل جدا 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 جدا. تبي تكون فوق دائم، أتكلم حتى على الناس المبتدئة، ولا أتكلم عن الناس الموجودة، ولا أتكلم عن أي شخص في البرنامج هذا، ترزق والله إذا شفت البرنامج فيه رزق وفيه خير. أنا ما أقول لكم الخير الشيء اللي يجيني، ودي إنه يجيكم أنتم، ترزق والله. حتى العالم اللي يجيها دعم، لا تجي يجيك دعم ثم تبدل تعطيني إياه، لا تعطيني إياه، استفيد منها أنت. واضح كلامي؟ حتى المعجبين اللي فيني، في ناس محبين لي يفتحون بثوث أشوفهم ويجيهم دعم، ولا جاهم الدعم بدلوه وجاءوا عطوني إياه، والله أنا أتحز في خاطري. أي شيء يجيك خذه وقول شكرا والحمد لله. حتى الداعم، لو مثلا أنا قال الداعم أنا والله طنت معي أبي أكون وكيل ولا في وشو، ترى من أبسط حقوقه. بعضهم يقول لا فلان ما عليك من أحد، ما عليك من أحد، هذا جوالك هذه أغراضك ما عليك من أحد، خلك حر دائم. وأنا قايلها لكم من قبل وأقولها لكم الحين، لكل شخص هنا في البرنامج أقول لكم، أي شيء